أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبقى معكم في متابعة آخر تطورات المواجهة المفتوحة بين أنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي، حيث احتشد أفراد الميليشيات المنضوية في الإطار التنسيقي عند الجسر المعلق في العاصمة بغداد بحضور قيادات في ميليشيات الحشد، وهدد الإطار بتحويل هذا التجمع إلى اعتصام مفتوح ضد حكومة الكاظمي، ملوحين بقطع طريق المطار. وجدد الإطار اتهام الصدر بتنفيذ انقلاب مشبوه وخطفه للدولة وإلغاء شرعيتها وإهانة مؤسساتها الدستورية على حد تعبير أحد قياداته، وحذر من تجاوز الخطوط الحمر وتهديد السلم الأهلي وسلطة القانون في العراق. إلى هذا أعلن تحالف العامري تحفظه على دعوات الإطار التنسيقي للتظاهر وأكد عدم مشاركته فيها. دعونا نتابع هذه اللقطات بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد والتظاهرات المحدودة لأتباع الإطار التنسيقي. إلى ذلك أسقط أنصار الإطار التنسيقي عددا من الكتل الخرسانية قرب الجسر المعلق في بغداد ضمن مساعيهم للوصول إلى المنطقة الخضراء، فيما اشتبك الإطاريون وأنصار المالكي مع القوات الأمنية قرب المنطقة الخضراء. وأكدت مصادر صحفية بأن عناصر الإطار عبروا حاجز الصد الأول من جهة الجسر المعلق، فيما وصلت تعزيزات عسكرية لتأمين محيط البرلمان ومقر مجلس الوزراء في بغداد. دعونا نتابع هذه اللقطات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. دعونا نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي وبعض التعليقات حول تظاهرات الإطار التنسيقي لهذا اليوم قرب المنطقة الخضراء. محمد يقول: جمهور الإطار قبل كم شهر ظاهروا بحجة الانتخابات المزورة، وهسه يتظاهرون دفاعا عن شرعية هذه الانتخابات المزورة ويضحك. أما حيدر جبار فقال: بلد تايه عايش بالقدرة، للأسف والقادم أسوأ بكثير من اللي جاي نعيشه ما دام جاي تحكمنا عصابات ومافيات وأحزاب فاسدة همها الوحيد مصالحها الشخصية. يقول: كل حزب بما لديهم فرحون، ويضيف: حسبنا الله ونعم الوكيل. تغريدة من محمد الحيالي يقول فيها: اثنين متكاونين بيناتهم على كرسي وأربعين مليون دافعين الثمن. أحمد القيسي يقول يعلق على الفيسبوك ويقول: هم كلهم بالخضراء يداومون، هسه شنو هذا الإنجاز مثلا؟ وين كنتوا تشرين على الجهة الثانية تضربون المتظاهرين؟ نعم، معنا اتصال من العاصمة بغداد. أبو عمر، ما هي دلالات برأيك تظاهرة الإطار
يعني بحسب اللقطات الواردة من بغداد وبحسب ما تحدثت به وسائل الإعلام والمصادر الصحفية بأنها كانت قليلة في العدد وفي الوقت، يعني ما لبثت إلا وانسحبت بعد ذلك. حياك الله استاذ عمر، وحيا الله قناه الرافدين. يا هلا بيك، وتحياتي للاستاذ المشاهدين الكرام. الله يسلمك ويخليك. حياك الله استاذ محمد. استاذ عمر العفو، احنا التظاهرات اللي قاعد بين سلطه الاحزاب مقتدى الصدر والمالكي، هاي المظاهرات هي مبينه واضحه جدا، لانه لا بها مطالب شرعيه ولا بها نصره الشعب مع هذه الاحزاب. هم كل ما هنالك بانه التيار العفو المالكي من صار انه خلوا محمد شيعاء السوداني، هذا تابع الا للدعوه. فمقتدى الصدر بانه من شاف انسحب من خلى يعني من سحب واعتزل من الحكومه، هاي كذبه كبيره على العراقيين، يحاول انه باقي الاطراف انه يرجعونه ويتوسلون اليه. فهو ليش رجع؟ رجع غصبا ما على المالكي، لان اكو خلافات سياسيه فيما بينهم. لو محمد شياع السوداني اذا لزم رئيس رئاسه الوزراء يعني راح يكون له الصلاحيه لهذه يعني الوزاره، وممكن ان يخرج اعصار مقتدى الصدر ويسجل يعني من مكاناتهم، ياخذ من وزاراتهم ويعطي كل الوزارات الى المالكي. فالشارع بها التيار الصدري بهجوم على المنطقه الخضراء واستغلال يعني استحل البرلمان بانصاره وبكافه قياداته دون يعني بعلم احترام للدوله وهيبه الدوله ومكانه الدوله، ودون انه الشعب العراقي انه هو انسان كذاب مخالف لجميع اطياف الشعب العراقي، ما يمثل لا الشيعه ولا يمثل السنه، بس يمثل الطائفيه هو اللي فيها. ومع الاسف مع الاسف انه شبابنا انه الناس اللي مع الاسف احتراماتي لهم، يعني وين ما كان يروحون وين ما كان يجون، هذول ناس ايضا هم كسبه. فالمشكله انه يتابعون هذه لانه ناس مستفادين من قبل هذه القيادات ومن قبل هذه الميليشيات اللي قاعد بنشوفها اللي قاعد توافد يعني من انصار مقتدى الصدر الى مقر يعني البرلمان. كل هذه الامور كاذبه للشعب العراقي من اجل استغلال الخيرات اللي موجوده في البلد، ومن اجل ايضا مناصبهم وكراسيهم حتى لا تروح من عندهم. زين ابو عمر، ابو عمر، يعني الاطار جماعه الاطار دعوا الى تظاهرات. اليوم العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، الشباب العراقي وصل به الى حد التهكم والسخريه لأعداد أتباع الإطار، يعني قالوا بأنها أعداد قليلة جدا، واستدلوا على ذلك بأنهم انسحبوا سريعا لحفظ ماء الوجه، يعني كما قالوا على منصات التواصل الاجتماعي. هذا شيء يدلل يعني دعوة من قيادات مثل المالكي مثل الخزعلي مثل قيادات الميليشيات بالعراق تدعو أنصارها وأتباعها للخروج بهذا العدد، هل يعقل؟ ماذا يدلل هذا الأمر؟ استاذ هذا الامر من بين يعني كل جهه وكل حزب الى مجموعه ومجاميع الخاصه مثل التيار الصدري والمالكي، يعني بانه كل من يشوف للاخر بانه انا عندي مجموعه وعندي ناس بانه يقدرون ان يقاتلون، ان يقدرون ان يحاربون، ان يقدرون يواجهون اي اتجاه سياسي من قبل ضمن هذه الاحزاب. ايضا يوجد زين، ليش كان العدد قليل وانسحبوا بسرعه؟ الثاني لانه التيار الصدري ممكن اذا صار اي شيء، صار اي شيء ممكن التيار الصدري يستحوذ على هذا العدد البسيط، لانه انصار المالكي عندهم عنده ناس ممكن مجددين بالسلاح وناس اقوياء، يعني من ضمن قيادات وميليشيات وضباط بالجيش ومن ضمن ايضا منتسبين بالجيش. فهذا الامر ما يقدر يسوي، لانه اكو اطراف من ضمن المالكي العفو من ضمن هادي العامري وباقي انصار اللي هم زعماء الميليشيات ما يقدرون يشنون يعني تواجه بين التيار الصدري وبين انه المالكي. لو حصلت هاي التواجه والاشتباكات اللي قاعد تصير لقيمت يعني الشعب العراقي لانه طبعا يعني تحفظ هادي العامري على تظاهرات الإطار ولم يخرج أنصاره أو كما قال. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد، كان معنا أبو علي من أبو غريب. تفضل أبو علي، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك.
والله يحيي قناة الرافدين البطلة والمجاهدة في سبيل الله. حياك الله، يا هلا بك. الله يخليك. الله يسلمك. والله يا ابو احنا ما نستهم لا من هاي المظاهرات، لا من مقتدى الصدير، ولا من هاي العالم اللي جاي. شو بس هم اللي يتظاهرون؟ شو الحمد لله الغربية بأمان، والموصل ما ادري شلون. شو بس هذول اهل الجنوب جاي يتظاهرون واحنا ما عندنا اي مشاكل؟ شو هم خاصيننا بالمشاكل ومظاهرات وما ادري شلون؟ شو يعني تفسرها؟ شنو يعني شنو الهدف وراء هذه التظاهرات؟ او ان كان اعتصام اتباع التيار الصدري داخل المبنى البرلمان، او التظاهرات اليوم اللي طلعت من جماعه الاطار، شنو هدفها انت برايك؟ يا اخي احنا ابو عمر من هاي المظاهرات، ابو عمر يقول بانها هي من اجل الصراع على المناصب وليست من اجل العراق. هم هسه جاي يتعاركون على مود المناصب، على مود يصيرون اغنياء. يوم راح صدام حسين ان هذا اليوم كتل ولدنا، كان هذا العامري ولا غيره، وما يطلع براسهم اي خير. نعم. ما يطلع براسهم اي خير، وما شوفونا غير بس المظاهرات اللي ما نعرف سببها من ما سببها، احنا ما نعرف من اي شيء. ما ادري اكو مظاهرات ويا عمار الحكيم، اتباع عمار. نعم. أنا أشكرك أبو علي من أبو غريب، كان معنا محمد من هولندا. محمد، ما هي دلالات تظاهرة الإطار؟ يعني كانت قليلة في العدد وكانت قليلة في الزمن، يعني انسحبوا ساعات قليلة وانسحبوا من أمام المنطقة الخضراء. شنو دلالاتها برأيك؟ محمد من هولندا، إذا تسمعني محمد. تسمعني محمد من هولندا؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع محمد من هولندا. طبعا أظهر مقطع مصور جرى تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي في العراق انسحاب أحد أفراد الميليشيات المنضوية في الإطار التنسيقي بسبب حمل أقرانه للسلاح بشكل لافت كما قال، وأضاف خوفا من الصدام المسلح بينهم وبين أنصار التيار الصدري وحرصا على سلامته، كذلك هو يقول. دعونا نشاهد ما قاله هذا الشخص. شوف يا ولد، طلعت أنا منها الله وكيلكم راح أصير دق ودماية، لا حد يقول لي مهند يحرض ولا حد مهند يقول لي يسولف. شوف شردت طلعت منهم الله وكيلكم كلها مسلحة، وشفت البث بعيونكم، لا عم زل مريض حياة أنا. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي على الفيسبوك حول هذا المقطع، نقرأ بعض التعليقات، وكانت التعليقات طبعا كثيرة. مصطفى العراقي يقول: عجبت على هيك بلد يطلعون بتغريدة وينسحبون بتغريدة وقاعدين على السبالت على التكييفات والعالم مصموطين بهالحر، وكل هذا الجاي يصير كلها مصالح شخصية، لا أحد يريد مصلحة العراق وهاي الناس الفقراء. غانم عبد الأمير يقول: إي عافية، ارجع لبيتك ما يفيدك الإطار. أما أبو فاروق عمر الجبوري فيقول: وانت شودك وهم قاعدين على التبريد. أما حامد فقال: زين انت شنو فايت الفائدة؟ متوظف، عندك راتب، عندك بيت، عايش حياة كريمة، كهرباء، عندك مي، عندك شوارع بيها خير، عندك تركض وراء الإطار وغير الإطار، أقعد ببيتك وأسكت، يقول حامد عبد. نعم. طبعا كما أشرنا بأن هناك يعني اليوم رواد منصات التواصل الاجتماعي في العراق، من مغردين كان على تويتر أو من المتابعين والمتفاعلين على فيسبوك وعلى المنصات الأخرى، يعني وصلوا إلى حد السخرية والتهكم من تظاهرات أتباع الإطار التنسيقي، ووصفوها بأنها قليلة وأنها تدلل على كانت الانتخابات بأنهم حصلوا على مقاعد أقل، ولكن بسبب تزوير الانتخابات حصلوا على عدد أكثر بنتائج الانتخابات المبكرة، وبأن الجمهور، جمهور الإطار التنسيقي، هو محدود
إن كان في الانتخابات أو في التظاهرات التي شهدتها اليوم العاصمة بغداد. نعم معنا اتصال أبو عبد الله من أربيل. أبو عبد الله تفضل. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أبو عبد الله. أحييك وحي المشاهدين. حياك الله يا أهلا بك. وحي قناتكم البطل إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. أستاذ بس عندنا منافقين يعني الدستور والقانون يفرقوا بمزاج. نعم. شلون يعجبه يسويها. طبعا اليوم اللي طلعوا جماعه اللي طار طبعا هذا طالعين طلعوا مو مدنيين ها. اغلبهم حشد او ميليشيات. ومهددين هذا من دازين عليهم قايلين لهم روحوا بالمظاهره. هذول كلهم مهددين انه بيفصلون ليقطعون راتب ويقطعون رجال يخاف على جهاله وعلى عائلته وعلى من لا يحتاج احد طلع وياهم. هاي وحده. اثنين بيداعون بالشرعيه. زين هي وين الشرعيه؟ كانت لما اتصلوا بيت اكبر هرم بالعراق اللي هو اكبر تنفيذيه بالعراق اسمه بالدرونات وبالشغلات. لما طبعوا على صالح مصلح هم ميليشيات طبقوا هاي من كسر الشرعيه وين الدستوريه هم والله. زين شنو هو المالكي؟ استوى العراق المالكي. طيب افهم يعني ليش زين ليش المحكمه الاتحاديه ما تتحرك بهالدعاوي هاي؟ ليش وين المدعي العام؟ المدعي العام داعم الشرعيه المدعي العام وين؟ يقول له يا مالك انت شنو هالتحريضات؟ شنو هالسب؟ شنو هالحكي على فلان وعلى فلان طائفه وفلان طائفه وفلان ما ادري منو؟ ليش ما يتحرك؟ بس القانون بس يحسبوه ويحسبوه على الكراد على الكرد وعلى السنه؟ هل حتى ما عاجبني خليت الخنجر هنا. زين ابو عبد الله يعني برايك شنو اللي خطط له مقتدى الصدر يعني بعد تجمع انصاره واعتصامهم داخل البرلمان وفشل تظاهره الاطار مثل ما يقول العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي على الرغم من قولهم بانها اوصلت الرساله، شنو الرساله اللي وصلت من قبل تظاهرات الاطار اليوم؟ والله ما عندهم اي رساله، فقط رسالتهم تهديد بالميليشيات، بعد باقي الميليشيات الخرساني وما ادري علي الاكبر وما ادري منه وما ادري منه اولياء الدم وما ادري، بعد راح تصير انفجارات وتصير اغتيالات الشات المجهولين الهويه يذكرون، شوف العراق شو يصير فيه. زين انت برايك برايك ما الذي يخطط له مقتدى الصدر؟ يعني هل يعقل بانه راح يكون جماعته معتصمين بداخل البرلمان؟ لو شو يريد بالضبط برايك؟ برايي الى متى؟ الى متى؟ الى متى؟ المهم القعده مال مجلس الشعب ما راح يقعدون مجلس النواب. ما راح يقعدون، ليش ما يقعدون؟ لان هم لا يقعدون الكرد يخافون يطلبون المجلس. والسنه اللي يخافون يطبون لان يعرفون الدرونات تشتغل وكاتيوسات وتهديدات ومنشات جيبوا لي فهو مقتدى قطعها منا قاعد يطبوا للبرلمان تحس البرلمان انا خلوا يقعدون في زين انت برايك الهدف يعني تغيير اسم محمد الشيع السوداني لو انتخابات مبكره لو مثل ما قال بانه يجب تغيير النظام والدستور بتغريدته البارحه مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري طيب هو النظام الدستور شلون يتغير؟ غير عندنا نبذ الشعب احنا من يغيره؟ لازم قاعده بالبرلمان صافي قاعدين ومن اللي بعد يطالع هو اصلا السيد الصدر مع احترامي له غلط لما انسحب نوابه من لما استقال هو لما استقال النوابه قال لهم استقيلوا هو اعطاهم مجال استاذوا لهم ما كانوا يقدروا شيء والله ما كان والله شهرين كان الدكتور كانوا غصبا عليهم يجون لان مغانمهم كانت كلها تروح كان يحصلون فشل اخر الوقت بس هسه الصدر يقطعها فنهم عليهم. نعم. أنا أشكرك أبو عبد الله من أربيل كان معنا. طبعا بعد تصدي القوات الحكومية لمتظاهري الإطار ومنعهم من عبور الجسر المعلق وبعد فشل الإطار بحشد أعداد كبيرة تمكنه من دخول المنطقة الخضراء سارع زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي إلى الدعوة للانسحاب وعدم اقتحام المنطقة الخضراء فضلا عن الإشادة بمتظاهري الإطار. دعونا لنستمع إلى ما جاء
في هذه الرسالة الصوتية. الأخوة المتظاهرين، بيض الله وجوهكم ورفع رؤوسكم كما بيضتم ورفعتم وجوه كل العراقيين بهذا الموقف المشرف من أجل الدفاع عن الدولة وعن شرعيتها وعن مؤسساتها وعن الديمقراطية، وباتجاه عدم السماح بالانزلاق إلى الفتنة الداخلية. هذه الرسالة المشرفة التي أرسلتموها اليوم في التزامكم وانضباطكم وعدم دخولكم إلى المنطقة الخضراء وعدم حصول أي احتكاك مع الأجهزة الأمنية، رسالة مشرفة اليوم أرسلتموها، شكرا لكم، جزاكم الله خيرا، وخصوصا بعد امتلاء الشوارع وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتضاعفة والمستمرة، نشكركم ونطلب منكم الرجوع سالمين آمنين غانمين. طبعا في ذات السياق سارع نوري المالكي كذلك إلى توجيه دعوة برسالة صوتية لأنصاره بالانسحاب وعدم دخول المنطقة الخضراء في بغداد، في خطوة فسرت على أنها محاولة لحفظ ماء الوجه. دعونا نستمع قبل استعراض التعليقات حول هذه التسجيلات الصوتية. أتقدم لكم جميعا بالشكر الجزيل على استجابتكم لدعوة التظاهر الذي كان الهدف منه عند الأخوة في اللجنة التحضيرية من الإطار التنسيقي هو تثبيت الدفاع عن الدولة وعن مؤسساتها وعن الدستور والنظام، وقد ساهمتم بأن رفعتم صوتكم بحضوركم دفاعا عن الدولة وعن مؤسساتها ونظامها. أخواني الكرام، لا نريد أن يصدر من هذا الجمع الكريم أي مخالفة يمكن أن تسجل في تجاوز دستوري أو تجاوز على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. لذلك أرجوكم، وهذا رجاء كل أخواني في الإطار، ألا تعبر الجسر باتجاه المنطقة الخضراء ولا تدخل المنطقة الخضراء، وألا تشتبكوا مع الأجهزة الأمنية أبدا، وأدوا رسالتكم وإسماع صوتكم لمن يريد أن يسمع الصوت الوطني الحر النبيل الحريص على مصلحة العراق ومصلحة الدولة ونظامها ودستورها. بارك الله فيكم، لقد أديتم الأمانة أحسن أداء، فأرجو أن لا تعبر الجسر مرة أخرى، أكرر، ولا تشتبكوا مع الأجهزة الأمنية. ماذا قال العراقيون حول هذه التسجيلات الصوتية؟ دعونا نستعرض بعض التعليقات على فيسبوك. يقول عباس: صوته مو طبيعي، يمكن خاتل بتانكي مي لو قاعد بجحر. أما أحمد يقول: عافية أبو أسراء، الله يحفظك، في ثلاجة الطب العادي كما يقول. أما تعليق من علي السلم يقول: إيش قد عيب عليك، والله عايشين بقصور فارهة، وأبنائكم خارج العراق عايشين أحسن عيشة وقصور وأموال وأرصدة في البنوك وحمايات، وجاي تضحكون على الشعب الفقير، إذا ما تطلع تتظاهر نقطع راتبك. استحوا من الله واتركوا الدولة وخلوا الشعب يحدد مصيره. أما علي فيقول: هم 30 شخص، منهم حصلوا 25,000 ومنهم مباقن ما حصلوا شيء. نعم، طبعا طرح العراقيون بكثرة هذا التساؤل: لماذا تسجيلات صوتية؟ لماذا بصمة صوتية؟ لماذا لم يخرج المالكي أو قيس الخزعلي بخطاب فيديوي موجه إلى أنصاره، إن كان بمناسبة هذه التظاهرة، تظاهرة أتباع الإطار، أو خطاب حول الأحداث الجارية والصراع بين أتباع التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي؟ وصفوها بأن هذه التسجيلات الصوتية يعني لها دلالات، كما قال العراقيون بأنها تحمل دلالات، مثل ما استعرضنا على فيسبوك بعض التعليقات، منها منهم من قال بأنها تدل على خوف، أو بأنهم يعني لا يستطيعون مواجهة العراقيين بمقطع فيديوي مباشر بسبب التظاهرة القليلة والفترة الزمنية القصيرة التي خرج فيها أتباع وأنصار الإطار التنسيقي. معنا اتصال، ما سمعت الاسم، من الأحواز عندنا اتصال. شبيب، حياك الله شبيب، أهلا وسهلا بك، تسمعني شبيب؟ شبيب تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع شبيب من
الأحواز. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. شبيب من الأحواز يعاود الاتصال بنا، مرحبا بك معنا شبيب. شبيب، قيس الخزعلي ونور المالكي سجلوا تسجيلات صوتية ونزلوها وقالوا بأنه يشكرون متظاهري الإطار التنسيقي وطالبوهم بالعودة. برأيك بالبداية ليش تسجيلات صوتية؟ ليش مو مقطع فيديو خطاب موجه إلى أنصارهم؟ لأن يبدون ألو. أهلا وسهلا بك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. الله يسعدك. الله يخليك. لأن يا أخي أستاذ عمر، نعم، عليها اليوم هاي فرصة أخيرة للشعب العراقي. عليهم اللي كلها تقوم، كل الشعب يقوم قومة وحدة، والعشاير يكون كلها تقوم قومة وحدة. ما يفيد هذول لو ما تقوم قومة وحدة وكنسة وحدة من تكنسهم، ما رايح العراق يصير براسه خير، رايحين ينهبون ثرواته، رايحين يدمرون الشعب، ما رايح لأن كلها راح ياخذها الاحتلال الإيراني، لأن هذول عملاء وذيول عملاء إيران، عليها كل هالعشائر تقوم، لا يقعدون ألو؟ نعم أسمعك، أسمعك، ما أريد أقاطعك. نعم تسمع؟ نعم أسمع. ومثل ما صارت عندنا إحنا داخل الأحواز المحتلة قبل، العشائر هاي العشيرة تقوم وذيك العشيرة تظل ساكتة وذيك العشيرة تصبر. لو ما يقومون قومة وحدة رايحين يحتلونهم، رايحين يصير القضية أسوأ بالعراق. لأن هسه نشوف إحنا داخل الأحواز المحتلة الثروات كلها نهبوها، الأراضي كلها دمروها، الأراضي كلها خذوها من الشعب، الشيوخ ياها واللي يحكي يهددونه. نعم. اليوم الشباب كلها بالسجون، الشباب كلها اليوم لو ما يقومون الشعب يقوم قومة وحدة. نعم. ضد هذول المحتلين، ضد هذول ذيول إيران، العراق شما إياب يصير أخس وأخس، ما رايح يلحق خير. يا أخي يكون الشعب كله يقوم سوا، الشيوخ كلها تقوم سوا. نعم. كل هالعشائر تقوم سوا، هذول ما رايحين يطلعون، لأن هذول شافوا الطمع، شافوا الطمع والخيرات بنهفوها من الشعب العربي الأحواز. نعم. المحتل، وشافوا هاي القضية اشتطت كانت إنهم خير، بنوا إيران بها، يدعمون أحزابهم كل دول العربية، يدعمون حزب الله، يدعمون أحزاب العراق، يدعمون داخل، يقدرون يسيطرون على العالم العربي كله. نعم. لازم الشعب يوعى باكر، لو ما وصلوا الى نتيجه اليوم وكل الشعب قام سوا، رايحين الشيوخ واحد واحد يهددونها، رايحين الشيوخ واحد واحد يصير قتل، الاعلاميين ما لهم حكايه، يحكي اللي يحكي يقتلونه. نعم. رايح يصير القضيه اوسع
مشكله تصير بالعراق. نعم انا اشكرك اشكرك الشعب العراقي يوعى كلها تكون شبيب من الاحواز وطنيه. معنا واعتذر منك على المقاطعه لان عندنا اتصالات. ابو عبد الله من صلاح الدين، ابو عبد الله برايك هل ما زال مقتدى يطمح بالتغيير الجذري ام سيخضع للتفاوض مع خصومه يعني على اساس هناك مواقف او تجارب سابقه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. يا هلا بيك، هلا وعيني. بيناتهم وهذه هاي الهوسه كلها صارت، المفروض الشعب العراقي اي كل هاي الحكومه الفاسده. نعم هاي من اكثر من هاي بعد ما يصير. اكثر من هاي بعد ما يصير. المالكي صرح والله التسجيل صوتي، القزعلي صرح تسجيل صوتي زين. انت من هيك وطني انزل على الشارع وشوف الشعب ان كان يحبك او ما يحبك. انزل للشارع، حتى مقتدى خلي ينزل للشارع، خلي يسوي لنا فد شيء. ماكو شيء ملموس يعني. هسه هي هوسه بالبرلمان بس مظاهرات بالبرلمان، النتيجه شنو؟ النتيجه نحو المجهول، ما نفهم شنو. نعم. برلمان غيرت وزير، شلت وزير، الحلبوسي الحلبوسي راح تدره على محكمه وتحاسبه على قضيه فساد. نعم. تدره على قضيه فساد وسحب الجيش والقوات من الموصل والمناطق الغربيه، من سحبتها ودمرت شباب سبايكر. نعم. القضاء راح يحاسبه، لو كل من على راسه ما يتحاسب هذا. مال سبايكر نعم. يا امثال فايق زي داخل يحاسبوه. لو بس الشعب يدفع الثمن يعني. نعم. هذول الشعب النتيجة راح يكمشوها الشني. هو راح ينطيها التموينية، التموينية كاملة مثل النظام السابق. راح تجي مي أو خليجي، راح تجي تعيينات لو كلها محافظة. هي تعيينات اللي تجي ترى مستلميها ماكو الرؤساء الكبار. نعم. أنا أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين، كان معنا. معنا أم أحمد من النجف. أم أحمد برأيك اليوم شلون شفتي تظاهرات الإطار التنسيقي؟ أهلا بك أم أحمد. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بيك. الله يسلمك. خير الحمد لله. أستاذ عمر الله يخليك، أنا أريد أحكي بس ما أريد أقول أي مظاهرة. أريد أسأل ويا ريت أكو أحد يجاوب. نعم. لأنه الظاهر بالموضوع الأغلب ما يسمون هم وصفوا في يوم من الأيام، وصفوا العراقيين اللي طلعوا على كهرباء وما طلعوا على كرسي. نعم. فطبع العراقيين بس شوية واحد أعطاهم أخس خلق الله تكرمون. الناس تعوف كل شيء وتظل تسولف بجانب واحد. نعم. قدروا أنصار يقول هاي مظاهرات نحت الشعب العراقي، وقال الشعب العراقي أتصور بمظاهرات تشرين. نعم. المحتوين على الإعلاميين دول الأفاقين المقتدى. أكثر من 8 محافظات طلعت مظاهرات قالوا شلع قلعهم، قالوا وياهم أكو أوضح من هيك كلام. نعم. شور اللي هم فصل مو يقول الشعب هو. اذا انتم تعظمون بالتيار الصدري وتقولون هو اللاعب الرئيسي هسه بالعراق وهو منقذ البشريه مثل ما يصوب الكلمات، الشعب العراقي كل الباقي وينه؟ مقتدى عنده مليونين، عنده 3، عنده 4، الباقيين وينهم؟ الجلاوز الباقيين عندهم مرتزقه، خلي 10 ملايين، ال 30 مليون الباقيين ذولا ما لهم دور لو هيك. غير اتهم من جاي يوصفون حكي المالكي. زين اذا المالكي نعم اول من اسس للهدم العراق هو المالكي، المالكي من اخذ الحكم ومن اخذ رئاسه الوزراء من اياد علاوي كان بمباركه من مقتدى الصدر لو لا؟ زين اذا بالذيول وخلي التابعين لهم يتوبون، ايش عدد صار ل 19؟ مو ايده بايدهم لو لا؟ مو الحكومه الها مغانم بيها مثل ما ذولاك مغانم؟ يا او يطلعون بغير برامج
يعني ما جاي السي ان اس صبوا كل نقمتهم على المالكي ويستحقوا هذا الامر. لكن انت تعال شوف هذا شنو اللي ارتكبه. التشرينيين لما طلعوا بناتنا اشتكلت بعض. نعم. قدر يجيبوا لهم مش كم واحد مخربط ينتقدوا خلي يروحون تكرمون وعذرا لهذا الكلام بس هم كلامهم هذا خلي يروحون يشوفون امهاتهم منو واللي يجيب طاري خامنئي هم نفس الكلام يحكي على العراقيين. زين برايك ام احمد نعم ام احمد ليش لغايه الان ما قدر التيار الصدري يقنع التشرينيين بالنزول الى هذه التظاهرات وهذا الاعتصام في المنطقه الخضراء؟ هو انا هو هذا كلام نعم منطلق وما خلوا نقص وما خلوا في الجور ما نسبوا لهم وكل الشركه تبهدر دمهم ليش؟ لان طلعوا ضد مقتل. نعم. ليش هسه اللي طلعوا من جماعه الشركه ومن جماعه مقتل واللي يمثل الاراضي الحصالة اللي يطلعون يقولون احنا نلاحظ بمظاهرات التيار الصدري الانضباط الانضباط من استهتارهم الداخل والحركات اللي يسووها لو من الـ 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 المجسرات اللي عبروها لو من الخرسانيات. نعم انا اشكرك ام احمد من النجف كانت معنا. معنا اتصال من بابل ابو فاطمه من بابل. تفضل ابو فاطمه مرحبا بك. حياك الله استاذ. اهلا وسهلا بك. يا اهلا بك. لو تسمح لي اوضح ثلاث نقاط. تفضل. موجوده حاليا تفضل اللي قامها اصحاب التيار الصدري. طبعا الاعتصام كان في قمه البلد واقاله حكومه الكامل. نعم. التي لم تكون على هبة استعداد انقاذ العراق هاي وحده. وهذا ما صار كاظم يحصل الدعم الكامل من مقتدى الصدر واتباعه. اثنين لم كان السيد الشعب كله يكون على هبة الاستعداد الان في اسمه. عليه ان يعلن اولا لما هو يقول النقطه الثانيه حصر السلاح بيد الدوله كل احنا الشعب العراقي حصر السلاح بيد الدوله. لكن هو يمتلك اكبر ميليشيا كان المفروض اول من يتنازل عن للشعب. نعم. وبالتالي نقدر هو يقدر معه كل احنا معه نكون في حل هذا هاي النقطة الثانية. نعم. النقطة الثالثة لو أن السيد الصدر حتى أعلن برنامج حكومي وقال أنه أهم في ونكمل مشروع الفاو ونسوي الطريقة الصحيحة صدق يا أخي أنه الشعب العراقي كله راح ينتفض الأمان. لكن هم أصلا مشاركين بالفساد منذ تأسيس الدولة العراقية من 2003 ولحد الآن التيار الصدري مشترك شريك عظيم بالفساد من وزارة. نعم. مساعدي رئيس الجامعة كلهم هو صح وهو أساس الفساد. هاي وزارة الصحة الفاسدة هي هم يملكوها من مؤسسة. يعني من خلال كلامك أبو فاطمة أنه دعوته يوم امس بالتغيير الجذري يعني ما راح تصير. افهم من كلامك ما راح تصير لانه نعم. هو ما واضح يعني هل هذا كله اصلا راح يتفاوض برايك راح يتفاوض ويا جماعه الاطار؟ طبعا يتفاوض. اسمح لي استاذ استاذنا الكريم امتلك الخبره السياسيه وعندي اللي دا يصير انه هذا اللي دا يصير من احتمال منطقه الخضراء هذا هو رد فعل شرطي للتسريبات المالكي. لم يكن في مصلحه الوطن اذا لا. كانت وصلت فكرتك ابو فاطمه. انا اشكرك من بابل كان معنا حيدر من كندا. تفضل حيدر.
مرحبا بك. الو مرحبا. اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك. يعني بالنسبه هاي المظاهرات والهوشه طالعين، هم علي ما طالعين؟ ما هو كان بالحكم طول الفتره، سوى ليش هو نفسهم هم فاسدين، دول تدوير نفايات. هذا كل ما يحتاج مبلغ من الفلوس يسوي هاي الهوشه ويسكتوا بفلوس، فكل شيء ما يصير، كلهم هم نفسهم موجودين وهم نفسهم يريدون يسوون الاصلاح، من هو الفاسد؟ هذول ما يفيدون الا كلها تغيير جذري. نعم. ودول هاي المظاهرات شنو الفائده؟ باشر عقب ينسحبون ويرجعون، اذا ما يطبون عليهم ويكتلوهم واحد واحد يسحلوهم، بس هو من راح يجي؟ هم ذول نفسهم اللي طالعين عليهم مظاهرات هم مجرمين وقتله. يعني نص الشعب راح، اكو خلل بالبنى التحتيه مال البشر صارت بالعراق. فما اكو الا حل جذري، لازم كلهم شلع. نعم. المن تجيب يعني؟ الدوله تدوير نفايات، يروح المالكي يجي مدري منه، يروح هذا، كلهم اعاده تدوير نفايات. نعم. لا اكثر ولا اقل. أنا أشكرك حيدر من كندا كان معنا. طبعا على الجانب الآخر يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم المفتوح داخل مبنى البرلمان على الرغم من تحشيدات الإطار وميليشياته خارج أسوار المنطقة الخضراء لغاية يعني مساء بتوقيت العاصمة بغداد، وبعد ذلك انسحبوا. ردد المعتصمون شعارات وهتافات مناهضة لإيران في خطوة تصعيدية جديدة. دعونا نستمع سويا لهذه المقاطع التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، فلنتابع. أنصار التيار الصدري كذلك رددوا هتافات ضد الطبقة الحاكمة وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكان هتافهم الأبرز بعد هتاف إيران برا برا، هتاف ذيل لوغي أنا على أبو إيران لأبو أمريكا، وهي طبعا من هتافات ثورة تشرين. دعونا نستمع إلى هذه الهتافات. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الهتافات وهذه الصور. فراس يقول: أشرف هتاف لحد الآن مهما كنا نختلف أو نتفق. إبراهيم يقول: عندما ثار الشعب ضد الظلم كل الأحزاب توحلت من أجل القضاء عليهم، وعندما ثارت الأحزاب على بعضها من أجل المناصب تحدثوا باسم الشعب. مصطفى حسن يقول: شقد أحب هاي النغمة من تشرين، من بدت في تشرين. تعليق آخر يقول: الله يرحم شهداء ثورة تشرين، رفعوا نفس الشعار ونفس المطالب. نذهب إلى الهاشتاج، هاشتاج اليوم طبعا تشرين تراقب، هذا الوسم الذي يتصدر منذ أيام ترند العراق في ظل الصراع المتصاعد بين أتباع التيار الصدري وبين أنصار أو الإطار التنسيقي عقب اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان ومباني حكومية أخرى. مدونون، مغردون، عراقيون، ناشطون أكدوا بأن تشرين نأت منذ نشأتها بنفسها عن هذه الصراعات التي تهدف لتحقيق المغانم بعد أن رفع الشعار استرداد الوطن والتسامي على كل مفاهيم المحاصصة التي يتقاتل عليها الفرقاء السياسيون. دعونا نتابع عددا من هذه التغريدات تحت وسم تشرين تراقب. مصطفى عقيل يقول: الثورة التي كانت مع الحق كله ضد الباطل كله، والتي تكالب عليها الجميع وكالوا لها شتى التهم والادعاءات، والتي واجهت الرصاص والقمع الوحشي، هي ثورة تشرين، هي ولا شيء سواها. لم تكن من أجل المناصب ولا الكراسي، ولكن كانت من أجل الوطن. شوقي يقول: تشرين تراقب، التشرينيون عندما خرجوا كانوا يطالبون بوطن فقط، وماذا أعطيتم لهم سوى الدخانيات والرمان والقنابل؟ وأما أنتم فخروجكم ليس لطلب الوطن بل لإرضاء مقتدى فقط، والدليل على ذلك لو قال لكم انسحبوا تنسحبون. يقول شوقي. مصطفى ماجد يقول: تشرين وثوارها الحقيقيون
بعيدين كل البعد عن تظاهرات اليوم، ولو كان لتشرين تواجد حقيقي في هذه التظاهرات لرأينا الدماء تسيل بغزارة. يقول كفى كذبا وتدليسا للحقائق. تغريدة أخرى من حيدر يقول فيها: الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وآخرين يدعون إلى الحوار السياسي، يقولها متعجبا بعد أن بيّنوا موقفهم تجاه حكومة الأحزاب التي أنهكت البلد طيلة السنوات الماضية. يقول: واهم من يظن بأن التغيير سيأتي من الخارج. يقول: الشعب هو الذي يغير وغيره لا تشرين تراقب. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، والتي استعرضنا فيها أبرز ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في العراق حول الصدام الحاصل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. في أمان الله.